بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التاسع. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مالك رحمه الله تعالى: مسألة، ونهى أن يبيع حاضر لباهي. بسم الله الرحمن الرحيم. من البيوع المنهي عنها أن يبيع حاضر لباد. الحاضر المراد به ساكن البلد، والبادي المراد به القادم إلى البلد، سواء كان من البادية أو من القرى أو غير ذلك. وذلك لأن المطلوب أن يترك البادي والقادم يعرض سلعته في البلد من أجل أن يتوسع أهل البلد بها وينتفعوا بها ويشتروها رخيصة، يشتروها رخيصة. أما إذا تولى واحد من أهل البلد بيعها فإنه يحرم أهل البلد من فائدة هذه السلع القادمة، لأن ساكن البلد يعرف قيم السلع ولا يبيعها رخيصة، فيفوت على أهل البلد الانتفاع بالسلع القادمة إليهم. وبيع الحاضر للبادي كما فسره ابن عباس لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلالا يقول له: تعال أنا أبيع لك السلعة أو السلع التي قدمت بها. هذا لا يجوز، بل يتركه يبيعها هو. وإن ذهب البادي إلى الحاضر وقال له: بع لي هذه السلع، فلا بأس. المهم أن الحاضر لا يقول: أنا أبيع لك. أما العكس وهو أن البادي يذهب إلى واحد من أهل البلد ويقول له: بع لي، هذا لا بأس به. هذا هو المقصود. نعم. ونهى أن يبيع حاضر لباد، والبادي ها هنا هو من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من قرية أو بلدة أخرى. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، يعني دلالا. نعم. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا فيه بيان الحكمة، قوله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فيه بيان الحكمة من النهي، وهو أن المقصود أن ينتفع أهل البلد من رخص هذه السلع إذا باعها أصحابها. نعم. والمعنى في ذلك أنه متى تلك البلد يبيع سلعته اشتراه الناس برخص وتوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بسعر البلد ضاق ذلك على أهل البلد، يعني لم ينتفعوا، لم ينتفع أهل البلد، صارت هي واللي بالدكاكين سواء. إذا تولى بيعها حاضر يعرف السعر صارت هي ولا المخزن في الدكاكين سواء. نعم. فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بسعر البلد ضاق ذلك على أهل البلد فيضر بهم، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. وعنه يصح، وأن النهي اختص بأول الإسلام لما عليه من الضيق في ذلك. الصحيح والراجح أن الحديث عام وأنه لم ينسخ، وأنه لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي دائما، لأن العلة التي من أجلها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، وهي التضييق على الناس وحرمانهم من فائدة السلع المجلوبة. هذه علة عامة باقية لا تختص بأول الإسلام. نعم.
والأول المذهب لعموم النهي، وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يقم على اختصاصهم به دليل. نعم، هذا هو الصحيح. فصل. ويشترط لعدم الصحة خمسة شروط: أن يحضر البدوي ببيع سلعته بسعر يومها جاهلا سعرها ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها. هذه الشروط الخمسة: أن يكون البادي قادما لبيع السلعة، أما إذا قدم لحاجة أخرى ولم يقدم لبيع السلعة فهذا لا يدخل في النهي لأنه لم يقدم لبيع السلعة. والثاني أن يكون البادي يجهل قيمة السعر، أما إذا كان البادي يعلم قيمة السعر في البلد فلا مانع من ذلك لأنه لا فائدة لأهل البلد منها. والثالث أن يكون بحاجة، الناس بحاجة إلى هذه السلعة، تكون هذه السلعة مما يحتاجه الناس حاجة عامة كالطعام والشراب والملابس والمواشي هذه. أما السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس هذه لا تدخل في النهي. السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس هذه لا تدخل في النهي. مثلا الكتاب، لو جامع كتب وبيبيعها هذه ما تدخل في النهي لأن ما كل الناس يحتاجون للكتاب، هذه حاجة نادرة، إنما يحتاجه طلبة العلم فقط. خلاف الطعام والشراب هذا يحتاجه كل الناس، ملابس يحتاجها كل الناس، كل أهل البلد العامي والمتعلم و كل الناس يحتاجونها. نعم. وأن يكون أراد بيعها بسعر يومها، أما إذا قال لا أنا بخزنها وبأنتظر لما تغلى السلع من أبيعها اليوم هذا أيضا لا يدخل في النهي لفوات الغرض من ذلك. نعم. يحضر البدوي ببيع سلعته بسعر يومها جاهلا سعرها ويقصده الحاضر. والشرط الخامس وهو الأخير أن الحاضر هو الذي يذهب إليه ويطلب منه أن يبيع له السلعة، أما العكس وهو إذا جاء البادي وطلب من الحاضر أن يبيع له السلعة فلا مانع من ذلك لأن هذا لا يشمله النهي. نعم. ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها. نعم. وإذا اشترط ذلك لأن النهي معلل بالضرر الحاصل من الضيق على أهل البصر فهو لا يسعى لها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ولا يكسر الضرر إلا باجتماع الشروط الخمسة. أحدها أن يحضر البادي لبيع سلعته، هذا واحد. فأما إن جاء بها ليأكلها أو يخزنها أو يهديها فليس في بيع الحاضر له تضييق بل فيه توسعة. نعم. الثاني أن يحضر لبيعها بسعر يومها، فأما إن أحضرها وفي نفسه أن لا يبيعها رخيصة فليس في بيعه له تضييق. الثالث أن يقصده الحاضر، فإن كان هو القاصد للحاضر جاز لأن التضييق حصل منه لا من الحاضر، فأشبه ما لو امتنع هو من بيعها إلا بسعر الضعف. الرابع أن يكون جاهلا بسعرها، فإن كان عالما بسعرها لم تحصل التوسعة بتركه بيعها لأن الظاهر أنه لا يبيعها إلا بسعرها. الخامس أن يكون بالناس حاجة إلى سلعته كالأقوات ونحوها لأن ذلك هو الذي يعم الضرر لغلو سعره. مسألة: ونهى عن النجش، وهو أن يزيد من البيوع المنهي عنها النجش، والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، هذا هو النجش، أن يزيد في السلعة شخص لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفعها على الحاضرين، سلعة يحرج عليها عندها الزبائن يسومونها، جاء واحد ما له نظر بشرها ولكنه سامها من أجل أن يغليها على الحاضرين، هذا حرام لا يجوز لأن فيه إضرارا بالناس، فيه مضارة بالناس. هذا هو النجس الذي نهى عنه الرسول
صلى الله عليه وسلم. ومن النجس المحرم أن يقول البائع أنا أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب، يقول للزبون أنا سيمت من كذا وكذا وهو كاذب في ذلك، هذا يعتبر من النجس، لأن قصد صاحب السلعة أن يرفع السعر على المشتري، أو يقول أنا اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب. المهم أن النجش هو رفع السعر على الزبون بشيء لا حقيقة له، وإنما هو كذب، وإنما هو كذب. وكذلك من النجش أيضا أن يكون هناك شركاء كلهم يريدون السلعة، أو كلهم السلعة لهم، أن يكون هناك شركاء يكون السلعة التي تباع لهم، فيزيد واحد منهم من الشركاء وهو يريد تغرير بالناس، يظنون الزبائن أنه أجنبي وأنه يريد الشراء، وهو في الواقع شريك يسومها من أجل أن يغتر الزبائن فيشترونها بثمن مرتفع. هذا كذب، هذا حرام، هو داخل في النجش أيضا، بل هو أشد، بل هو أشد، لأن فيه كذبا واحتيالا. وكذلك من النجش العكس، لو أن الجالب جلب السلعة وتواصى أهل السوق أن ما حد يزيد فيها علشان يبيعها رخيصة ويتشاركون فيها، هذا من التغرير بالبائع ولا يجوز. إذا تواطأوا وقالوا لا حد يزود، لا يسوم إلا واحد أو اثنين علشان يضطر أنه يبيع، والباقين يسكتون، فإذا شراها هالواحد أو الاثنين اشترك معهم البقية، يقول احنا ساكتين من أجل أن تكون رخيصة ونحن شركاء معكم، هذا حرام وهو من التغرير بالبائع ويدخل في النجش أيضا. نعم، الحاصل أن التغرير بالبائع بكل صوره يدخل في النجش، نعم، سواء بزيادة السعر أو بنقصه. نعم، فإذا كان في ذلك إضرارا بالبائع أو إضرارا بالمشتري فإنه يدخل في النهي. نعم. ونهى عن النجش فهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يقتدي به من يريد شراءها يظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه فيغتر بذلك، فهذا خداع وهو حرام. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر البلاد. اتفق عليهما. مسألة: ونهى عن بيعتين في بيعة. نهى عن بيعتين في بيعة، صورة ذلك أن يقول: لا أبيع عليك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية، عقد مشروط في عقد، هذا هو البيعتين في البيع. يقول: لا أبيعك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية، أبيع عليك سيارتي بشرط أن تبيع علي سيارك، أو أبيع عليك سيارتي بشرط أنك تأجرني كذا وكذا. فشرط العقد في العقد هذا هو بيعتين في بيعة، وهو حرام. نعم. ونهى عن بيعتين في بيعة، فهو أن يقول: بعتك هذا بعشرة سفاح أو عشرين مكسرة أو بعشرة نقدة أو عشرين نسيئة. نعم. ونهى عن بيعتين في بيعة، فهو أن يقول: بعتك هذا بعشرة سفاح أو عشرين مكسرة. هذا فسر به، هذا تفسير آخر، أن يقول أن يبيع السلعة بثمانين، أن يبيع السلعة بثمانين، فيقول مثلا: بعتك هذه السلعة بعشرين حالة أو بثلاثين مؤجلة. أنت بعتك السلعة بعشرين حالة أو بثلاثين مؤجلة، هذا عند بعض الفقهاء أنه معنى بيعتين في بيع، ولكن
الإمام ابن القيم يقول لا، هذا لا يكون بيعتين في بيعة، وإنما هذه بيعة بثمنين، وجعل الخيار للمشتري، إن شاء يأخذ بأحد الثمنين يأخذ بأحد الثمنين، فهذا فيه فائدة للمشتري، إن بغاها رخيصة أخذها مؤجلة، وإن بغاها غالية أخذها حالة. هذا لا يدخل في بيعتين في بيعة، إنما البيعتين في بيعة ما ذكرته لكم، أن يشرط عقد في عقد، فيقول أبيعك بشرط أن تبيعني، هذا هو بيعتين في بيعة. وأيضا يقول ابن القيم من البيعتين في البيعة مسألة العينة، مسألة العينة، أن يبيع عليه السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، بيع عليه السيارة ب20,000 مؤجلة ثم يشريها منه ب15 نقد حالة، فهذا ربا، لأنه كأنه باع دراهم بدراهم، دراهم غائبة بدراهم حاضرة، ولكنه جعل السلعة حيلة، هذا بيع العينة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عند الإمام ابن القيم هو بيعتين في بيعة. ولكن لعل هذا من الصور، بيعتين في بيعة يشمل عدة صور، منها هذا، منها بيع العينة، ومنها بيع شرط عقد في عقد كما ذكرت، ومنها ما ذكره هنا إن صح، إذا باع سلعة بثمنين، واحد حال وواحد مؤجل، واحد صحاح وواحد مكسر. نعم. الصحاح يعني السليمة، نقود سليمة بعشرة مكسرة، أو الصحاح معناها النقود غير المصروفة، مكسرة يعني مصروفة، يقولها أبيعك بها 10 أريل، أبيعها عليك بعشرة أريل سلمها لي عدد، أو بعشرة أريل قروش، تكون قروش مكسرة كسور أرباع وخماس وسداس، هذه المكسرة، المكسرة اللي هي كسور، يعني الريال مثلا الآن 20 قرش، الريال 20 قرش، 20 قرش هذه تسمى كسور، يعطيك ريال مكسر يعني يعطيك إياه قروش، هذا المكسر، أو صحيح يعطيك إياه ريال براسه، يعطيك إياه ريال براسه، ريال ورق أو ريال فضة براسه غير مصروف. لا شك أن الناس يحبون الريال الصحيح لأنه أخف وأحسن، يحبونه أحب أكثر رغبة من القروش الكثيرة التي تكون ثقيلة وتكون. نعم. أو بـ10 نقدا أو 20 نسيئة، 10 نقدا أو 20 نسيئة، يعني أنت تشتر إما بأحد الثمنين، إما 10 نقدا وإما 20 مؤجلة، هذا يعتبرونه بيعتين في بيعة. وابن القيم يقول لا، هذا ليس فيه شيء وصحيح، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذ بالنقد وإن شاء أخذ بالمؤجل، هذا ليس فيه شيء. نعم. هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، حديث صحيح وهو هذا، ويحتمل أن يصح بناء على قوله في الإجارة: إن خفته روميا فلك نصف درهم، وإن خفته فارسيا فلك درهم، فإن فيها وجهين. الآن هذا هو اللي اختاره ابن القيم، أنه صحيح، أن هذا العقد صحيح وليس فيه غرر ولا فيه جهالة، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذ بالثمن الحال وإن شاء أخذ بالثمن المؤجل. مثل لو قال له خط لي هذا الثوب، خط لي هذا الثوب، إن خطته كويتي فهو بريال، وإن خطته قطري فهو بريال ونصف، يقولون هذا صحيح، هذا صحيح لأنه ليس فيه غرض، والخياط بالخيار، إن بغى زيادة الأجرة خاطه قطري، وإن بغى الأجرة القليلة خاطه كويتي، فهذا راجع للخياط، ولا فيه غرر ولا فيه شيء. نعم. مسألة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا السلع حتى يربط بها الأسواق، رواه البخاري.
هذا تلقي الركبان، تلقي الركبان يعني القادمين لبيع السلع. لا يجوز لأهل البلد أن يخرج أحد منهم يشتريها منهم قبل يدخلون البلد، وذلك للضرر الذي يحصل على الركبان ويحصل على أهل البلد. الركبان يبيعونها رخيصة لأنهم ما يعرفون قيمة السعر في البلد، فهو يخدعهم، وأهل البلد يحرمون من هذه السلع القادمة، يتولاها واحد ويخزنها ويحرمهم من فوائدها. فليترك الركبان يدخلون البلد ويجلبون في البلد من أجل يتوسع السعر وترخص السلع وتيسر للناس، ولا يجي واحد ويتلقفها خارج البلد، لأن يعني هذا فيه إضرارا بالقادمين وإضرارا بأهل البلد. نعم. هذا ما يسمى بتلقي الركبان أو تلقي الجلب. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا السلع حتى يرفق بها الأسواق. رواه البخاري. وروي أنهم كانوا يتلقون الأجلاب فيشترون منهم الأمتعة قبل أن يرفق بها الأسواق، وربما غبنوه غبنا بينا فيضروا بهم، وربما أضروا بأهل البلد، لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم، وهؤلاء الذين يتلقونهم لا يبيعون سريعا ويتربصون به السعر، فهو في معنى بيع الحاضر للبالي، يعني فيه ضرر بأهل البلد، فيه ضرر بأهل البلد، وفيه ضرر بالقادمين أيضا لأنه يغرر بهم. فإذا دخلوا السوق وجدوا أنه قد خدعهم واشترى سلعهم رخيصة فيحصل لهم الغرر. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم الخيار، إذا قدموا السوق ووجدوا أن الذي تلقاهم خدعهم لهم الخيار، إن شاءوا أمضوا البيع وإن شاءوا فسخوا. نعم. فهو في معنى بيع الحاضر للبالي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لبال. وعن ابي هريره مثله، متفق عليهما. فان قال: وين اللي يقولون ان الاقتصاد انما اتقنه على الغرب والكفار هم اللي اتقنوا الاقتصاد؟ الاقتصاد اتقنه الاسلام ونظمه وشرع فيه هذه الأحكام العظيمة التي تجمع بين مصالح العباد، الجالب والمجلوب إليه. هذا هو الاقتصاد الصحيح، وهو النظام الصحيح، لأنه تنزيل من حكيم حميد. نعم. فإن خالف وتلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه البيع صحيح، لكن لأصحاب السلع الخيار، للقادمين الخيار، إذا وصلوا إلى البلد ووجدوا أنهم مخدوعون ومغبونون لهم الخيار. نعم. البيع صحيح، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. هذا هو، يعني هذا فيه إزالة للضرر، فيه إزالة للضرر عن القادمين، إذا وجدوهم قد غبنوا لهم الخيار، وإن أمضوا البيع فهو صحيح. نعم. فإذا أتى السوق فهو بالخيار، هكذا رواه مسلم، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح. نعم، هو صحيح لكن فيه خيار. ولأن النهي لا بمعنى في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار. هذا من العدل، من العدل، البيع صحيح ولكن للبائع الخيار، إذا وجده مغبونا يكون في هذا دفع للضرر. نعم. ولأن النهي لا بمعنى في البيع، بل يعود إلى غرض من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار، فأشبه بيع المصرات. نعم. مسألة. قال عليه الصلاة والسلام: المصرات، المصرات هي الدابة التي يجمع لبنها في ضرعها، ثم إذا جلبت يظن المشتري أن هذا اللبن هو من عادتها وأنها لبون كثيرة اللبن، وهي في الواقع ليست كثيرة اللبن، وإنما جمع هذا اللبن فيها لمدة أيام،
هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للمشتري، إذا حلبها ووجد أنها مصرات فله الخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وأخذ الثمن، ويرد صاعا من تمر، صاعا من تمر قيمة للبن الذي أخذه منها، نعم، أو صاعا من طعام، نعم. مسألة، قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من الأول قبل. مسألة. وقال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وروى ابن عمر قال: رأيت الذين يشترون الطعام. هذا حكم جديد، وهو أنه لا يبيع، لا يجوز بيع السلع قبل قبضها. إذا اشتريت سلعة فإنه لا يجوز لك أن تبيعها حتى تقبضها، في الطعام وغيره. إن كان طعاما فلا بد من كيله أو وزنه، وإن كان دابة أو سيارة فلا بد من نقلها إلى ملكك وحيازتها إلى ملكك، وهكذا قبض كل شيء بحسبه، ما يكال ويوزن بكيله أو وزنه، وما ينقل بنقله، وما لا ينقل ولا يكال بالتخلية، كالأرض إذا اشتريتها والدار إذا اشتريتها قبضها بالتخلية، يعني يخلي بينك وبينها، نعم. الذين يشترون الطعام بالمجازفة، يعني دون كيل، يشريه خراص كوم، يشري الكوم كله بقيمة، البيع صحيح، البيع صحيح. لو شريت كومة طعام، كومة تمر، كومة بر، شريتها جميع عدد أكياس رأيتهن وشريتهن جميع، ما يخالف، بيع الجزاف جائز، لكن لا يجوز لك أن تبيعه حتى تحوزه إلى محلك، تنقله من محل البائع إلى محلك. وكانوا يضربون إذا شروا الطعام وباعوه قبل نقله، يضربون على ذلك تأديبا لهم حتى ينقلوه إلى رحالهم، نعم. قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليهما. حتى يستوفيه متفق عليهما. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نشتري من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نأكله من مكانه. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. نعم، واستيفاؤه بنقله إلى مكانه، إلى رحالهم، يعني منازلهم أو دكاكينهم أو الأمكنة الخاصة بهم، تنقل من ملك البائع إلى ملك المشتري، من أجل أن يتمكن المشتري من السيطرة عليها، ومن أجل أن يفحصها ويعرف ما فيها من العيوب، إن كان فيها عيوب، ويتفقدها، ثم بعد ذلك يبيعها على من شاء. أما أن يبيعها قبل القبض فهذا لا يجوز ولا يصح البيع، لما فيه من الغرر والجهالة، ولأنه باع ما لم يتمكن منه، نعم، تمكنا تاما. فأي مشتر لسلعة فلا يجوز له بيعها حتى يقبضها، لأجل أن يزول الغرر وينقطع النزاع ويكون البيع على بينة، على بصيرة، لأن كثيراً ممن يبيعون قبل القبض يحصل عندهم نزاعات، ويحصل عندهم مخالفات، ويحصل عندهم شيء من الاختلاف، يقول ما وجدت السلعة على ما ظنيت، ما وجدتها كما تقول، فيها كذا وفيها كذا. وكذلك إذا نقلها المشتري إلى ملكه انقطعت علاقة البائع بها،
أما إذا بقيت عنده فربما أنه ربما أنه يحاول فسخ البيع ويحاول منع المشتري منها والإضرار به، فيحصل النزاع في هذا والضرر في هذا. أما إذا قبضها المشتري ونقل ما نقف عند هذا، يكفي. نعم، هذا فسر، هذا تفسير من بعض العلماء، ونحن قلنا لكم من العلماء فسروا بيعتين في بيعة بعدة تفاسير، منها هذا الذي ذكره السائل، وهو الذي ذكره الشارح، والذي ذكره الشارح. ولكن ابن القيم لا يرتضي هذا التفسير بتهذيب السنن، ويقول إن بيعتين في بيعة هو بيع العينة، أما بيع السلعة بثمنين حال ومؤجل أو صحيح ومكسر فهذا ليس فيه غرر، والمشتري بالخيار أن يأخذ بأحد القيمتين، ليس فيه غرر وليس فيه جهالة، فما الداعي لمنعه؟ إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة بيع العينة، إنه يبيعه على المستدين ثم يشتريه هو، هذه بيعتين في بيعة، لأن هذا حيلة إلى الربا. وكذلك شرط العقد في العقد، كان يقول ما أبيعك هذه السلعة إلا على شرط أنك تبيعني، أو ما أبيعك إلا بشرط أن تقرضني أو تؤجرني دارك، هذا هو بيعتين في بيع. نعم. وعلى كل حال هي فسرت بتفاسير، الصحيح منها الله أعلم به، هي كلها تفاسير من أهل العلم، اجتهادات. نعم. لا، هذه ما هي بيعتين في بيعة، هذا جعل ثمن السيارة سيارة بيعة واحدة، بدل ما تكون ثمن السيارة نقود صار ثمنها سيارة، هذا مبادلة ما في شيء. لكن لو قال أبيعك سيارتي ب20,000 على شرط أنك تبيع علي سيارة 15,000، كل سيارة لها قيمة، هذه بيعتين في بيعة. نعم. وقال الشيخ حضرته الله، أليس يعد بيع التقسيط من ضمن بيع العينين في بيعة؟ لا، بيع التقسيط جائز ولا غبار عليه والحمد لله، أن يبيعه سلعة بثمن على أقساط، على أقساط، والدليل على ذلك بيع الكتابة، كتابة الكتابة نجوم، أن يشتري العبد نفسه من سيده بقيمة يدفعها له على أقساط، هذا جائز في الإسلام وهو بيع، فمثل سائر البيوعات بيع بالتقسيط لا بأس به، أنه ليس فيه غرر ولا جهالة. يبيع السيارة ب50,000 مقسطة، كل شهر يدفع لها 1,000 ريال، ما في مانع، هذا فيه إرفاق بالمشتري وفيه نفع للبائع ولا فيه غرر ولا جهالة. فاللي يقولون إن بيع التقسيط حرام هذا غلطاني. نعم. ما يخالف إذا جعل ما إحدى السيارتين زيادة دراهم لكونها أقل من التي ليس فيها دراهم فلا بأس. أين؟ أي ما يخالف. أي تقول أشتري منك سيارة جديدة 50,000 أو أبي أشتري منك سيارة جديدة بسيارتي القديمة وزيادة 10,000، ها؟ ما يخالف، ما في بأس. نعم. مسألة إدراك الركبان فيشتروا فيها ما حدث في العام الماضي حيث كان الناس يشترون الهدي من خارج مكان الدفن منه ثم يدخلون به ويبيعونه بسعر أعلى. بعد السؤال، مسألة إدراك الركبان فيشتروا فيها ما حدث في منى في العام الماضي حيث كان الناس يشترون الهدي من خارج مكان الدفن منه
ثم يدخلون به ويبيعونه بسعر أعلى. نعم يدخل، يعني هذا فيه إضرار بالحجاج، يدخل فيه، يعني يتلقون الجالبين من البادية يشرون منهم الأغنام أو الإبل أو البقر، هم يدخلون بها الشبك ويبيعونها غالية يرفعونها على الحجاج، يدخل هذا، يدخل في تلقي الركبان. نعم، لأن العلة موجودة. نعم. حتى لو إذا شروهم من إذا ذهبوا إليهم وشروها من أماكنهم هذا ما يدخل فيه، لا يدخل، لأنهم ما جلبوها، أهلها ما جلبوها. نعم. والله يا شيخ رحمه الله، يحصل في سوق الغالي أن يتلقى مع الناس أهل البادية فيشترون منهم قبل دخول السوق، فهذا يدخل في النهي السابق. هذا هو عين النهي السابق. إذا طلع واحد من البلد وشرى الغنم القادمة للسوق من أجل أن يغليها على أهل السوق ويحرم أهل السوق من الانتفاع بها، هذا هو عين النهي، لا يجوز هذا، يجب منع هذا وتأديب من يفعل هذا الشيء. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، من يأخذ توكيلا لشركات خارج البلاد فيعقد الصفقات لها دون أن تكون السلعة في ملكه، ثم إذا تسلم الثمن بدأت استيراد السلعة، فهل يجوز هذا البيع وإن كانت السلعة موصوفة وصفا ينفي الجهالة؟ نعم، يجوز بيع الموصوف في الذمة بصفة تنفي الجهالة، لا بأس، لكن بشرط أن يسلم الثمن، شرطا يسلم الثمن في مجلس العقد، وإذا لم يسلم الثمن في مجلس العقد فإنه لا يجوز، لأنه يكون بيع دين بدين، الثمن دين والمثمن دين، هذا ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، بيع الكالي بالكالي هو بيع الدين بالدين. فإذا اشترى موصوفا بالذمة 20 سيارة 100 سيارة من موديل كذا توردها لي، هذا صحيح وجائز، ولكن بشرط أنك تسلم القيمة كلها في مجلس العقد، وإذا وردت السيارات تروح وتستلمها، إن جاءت على الأوصاف أخذتها، ولا تقول لا هات لي غيرها مما ينطبق على الوصف. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، أخذ إنسان وكالة، أخذ إنسان وكالة شركة ببضاعة معينة، هل يدخل في أحد صور البيع المحرمة حيث يكون فيه احتكار وتضييق في السعر؟ هذا واقع، يعني الوكالات وأن الشركات والمصانع تعمد واحد من البلد تولى تسويق منتجاتها ولا تشترى إلا منه، هذا واقع، وما عرفنا أن أحد أنكر هذا، هذه عملية جارية، ولا عرفنا أن أحد أنكر هذا، وربما يكون هذا أضبط، يكون هذا أضبط لهذه السلع وأحسن، ولا فيه تضييق على الناس. الاحتكار إنما يكون في الأشياء الضرورية مثل القوت، طعام والشراب والأشياء الضرورية التي يحتاجها الناس للقوت، أما الأشياء الكماليات هذه ما تدخل في الاحتكار لأنها لا يحتاجها كل الناس. نعم. والفضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا حصل النجش في السلعة فما حكم العقد؟ هل يكون صحيحا؟ وهل يجوز لي إذا علمت من النجش أن أقول للمشتري شراء؟ عند الحنابلة البيع صحيح، لكن يكون لصاحب السلعة الخيار، من صور الخيار النجش، إذا زاد عليه السعر بسبب النجش وثبت هذا فإنه يجعل له الخيار، إن شاء أخذ السلعة وإن شاء تركها، وإذا جعل له الخيار زال عنه الضرر، والعقد صحيح في حد ذاته، صحيح لكنه فيه الخيار. نعم. أفضل إذا قلت اللهم صل وسلم على محمد، هذا أفضل، وإذا قلت اللهم صل على محمد هذا جائز أيضا، لكن الأول أفضل، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الجمع بين الصلاة والسلام أفضل وأكمل. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.